السلام عليكم غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوالكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم يا ربي في صحه وسلامه. اليوم ان شاء الله البنات غادي نوجد معكم الرز باللحم بطريقه بسيطه وزوينه بزاف بزاف. غادي يكون خليط ما بين المالح والحلو، طريقه سهله بزاف بزاف. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا كيلونس ديال اللحم، انا البنات هنا اختاريت غير الهبره، كيلو ونص ديال اللحم قطعته على هذا الشكل هذا، يعني ماشي صغير بزاف وماشي كبير. وعندي جوج خزوات اللي قطعتهم مربعات صغار، عندي شويه ديال المشمش اللي غادي نقطعه حتى هو مربعات صغار، شويه ديال الزبيب، وعندي جوج بصلات اللي غادي نشلضهم، وعندي جوج فصوص ديال الثومه، عندي ربطه صغيره ديال المعدنوس، عندي معلقه صغيره ديال المعدنوس مطحون، وعندي هنايا المشماش مجفف للتزيين، والزبده اللي غادي نشحر فيها الروز، وعندي هنايا اللوز اللي فسخته وغادي نحمره شويه في الزيت حتى هو للتزيين، عندي زيت الزيتون اللي غادي نشحر فيها اللحم، وعندي الروز انا غادي نستعمل بسماتي، وعندي هنايا العطريه، عندي الابزار الملحه سكنجبير، وعندي العطريه ديال اللحم وشويه ديال القرفه. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. ناخذ اللحم هو الاول، غادي نضيف ليه الملحه، الابزار، سكنجبير، قرفة، والعطرية ديال الحل. طبيعة الحال بغيتو تزيدو الخرقوم أو الملون الغذائي ممكن تزيدو. غادي نضيف ديك المعلقه ديال المعدنوس، وغادي ندير البنات نص كاس ديال الكاس ديال العنبه، انا عندي هاد الكميس صغيور ولكن راه نص كاس ديال الماء باش غادي نشرمل فيه اللحم. غادي نضيف البنات انايا معلقه ديال الخرقوم صافي، وغادي نشرمل هذا اللحم مزيان. غادي نخليه واحد المده ديال ساعه او ساعتين على حسب الوقت اللي عندكم يتشرمل. عاد غادي نديرو في شي جميله ولا كوكوت، وغادي نضيف عليه الثومه والبصله زيت الزيتون والزبيب والمشماش ونخليه كيطيب. انا البنات انا هنايا درت اللحم فوق البوطه بعد ما خليته حتى شرب ديك العطريه مزيان، درتو يتقلى مزيان فوق البوطه. غادي ندير عليه شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، غادي نضيف ليه البصله قطعتها طبعا، هذا الشكل هذا،
غادي ناخذ ديك الثومه غادي نقطعها على جوج بحال هكا، ما غاديش نحتاج باش نحكها، صافي غادي نديرها بهذا الشكل هذا، وغادي نخلي اللحم حتى يتقلى شويه، عاد غادي ندير ليه الماء. تقلى عندي اللحم، مزيان غادي نضيف ديك الربيطه ديال المعدنوس وغادي نروي. غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه اللحم واللي غادي يطيب فيه الروس. صافي دابا غادي نغطي عليه ونخلي اللحم حتى يطيب، عاد غادي نحيدو من هاد الروى، وغادي نضيف الخضيره اللي عندي الزبيب والمشماش وخيزو، وغادي ندير الروز. حق الروز غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه في الاول، عاد غادي نضيفو على هاد المرق ديالنا. بالنسبه للروز البنات فانا غسلته وخطرته مزيان، دابا غادي ندير واحد المقله درت فيها شويه ديال الزبده، وهي اللي غادي ندير فيها الروز حتى يتحمر. عاد غادي نزيدو على المرق ديالي. دابا غادي ندير الروز، انا غسلته مزيان البنات وسقطرته مزيان، دابا غادي ندير الشحار معايا شويه هنايا في الزبده حيت الشحار مزيان، عاد نديرو في المرق باش كتبقى ليا الحبه مفرزه ما كيتعجن ما والو. هنا البنات تحمر عندي شويه الروز كما كتشوفوا، معرفتش واش كيبان لكم مزيان. دابا غادي نحيدو من فوق البوطه وغادي نديرو في المرق. بالنسبه للمرق البنات فانا حيدت منه اللحم وحيدت ديك الرصه ديال المعدنوس، دابا غادي ندير الزبيب والمشماش وخيزو، غادي نخليه حتى يطيب واحد شويه عاد غادي ندير فيه الروز، حيت الروز دغيا كيطيب ما كياخدش الوقت بزاف في الطياب. كما كتشوفوا البنات دابا راه طاب عندي خيزو والزبيب، غادي نضيف ليه الروز. وغادي نسد عليه وغادي نخليه حتى طيب ونتلقاو مع الشكل النهائي ديال الروز. وهذا هو الروز البنات اللي وجدت معكم اليوم، كيجي الصراحه زوين ولذيذ بزاف بزاف، كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وما تنساونيش من لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم. خليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. Yeah.